بعد كده بقى نتكلم على الريسك اسسمنت او عمليه تقييم المخاطر نفسها. احنا عرفنا طبعا التيرمز او عرفنا هي البيزكس الخاصه في الريسك اسسمنت. طيب ايه هو بقى كلمه ريسك اسسمنت نفسها؟ ريسك اسسمنت او تقييم مخاطر هي مجرد عمليه اختبار لمكان العمل والتاكد ان مفيش مخاطر او في وجود مخاطر في مكان العمل واتخاذ الاجراءات المناسبه ليها. يبقى ريسك اسسمنت هي كيرفول اكزامينيشن for anything in your work environment that can cause injury or illness. طبعا الريسك اسسمنت ده هدف او الهدف منه هو حمايه مين؟ اولا انت كشخصيا، الشخص اللي موجود في مكان العمل، انت ك اتش سي برضه هدفه حمايتك شخصيا، انت موجود في نفس بيئه العمل دي. برضه الهدف منه حمايه بقيه افراد العمل و اي حد متردد على مكان العمل سواء زائر او جهه ثالثه، حمايه البيزنس الخاص بنا سواء منشاه سواء مصنع الى اخره. ده من احد اهداف الريسك اسسمنت او تقييم الاخطار. طيب طريقه التنفيذ ازاي؟ ودي مهمه جدا يا جماعه، ركزوا معايا شويه في موضوع التنفيذ لان دي هي تعتبر الخطوات العمليه لتطبيق عمليه تقييم المخاطر. اول حاجه او اول خطوه بقوم بيها في عمليه التغيير ان انا اعمل ليستنج للتاسك بتاعتي او احدد الاكتيفيتي او التاسك اللي انا والتاسك دي انا ممكن اعملها بريك داون او ممكن اقسمها لعده عوامل. اول حاجه او عامل منها بحدد اللوكيشنز. يعني ايه اللوكيشنز؟ المكان اللي هيتم فيه العمل. احنا طبعا في مواقع الانشاء كتير ممكن اقول المكان يكون عند تانك نمبر مثلا 125 او عند بروسيس اريا او عند بيلدينج كذا، هو ده المكان اللي هيكون او اللوكيشن اللي هيكون في مكان العمل. يبقى احنا اتفقنا اول خطوه من الورك تاسك اي اللي هي اللوكيشن. طيب تاني خطوه لازم احدد الافراد اللي هيقوموا بالعمل ولازم ابقى عارف مين بالظبط هو اللي هيقوم بالعمل ده وطبيعه الشخص، هل هو هايلي سكيلد ولا لو سكيلد، ولا هو الشخص دوت وظيفته مثلا كهربائي ولا راجل تمساح او راجل بيشتغل في عمليه دهانات. لازم احدد الاشخاص اللي هم هيكونوا العمل. الخطوه اللي بعد كده وهي الايكويبمنت، المعدات المستخدمه في التاسك بتاعتي او الاكتيفيتي بتاعتي، ولازم اتاكد من خلو هذه المعدات واعرف من خلوها من اي عيوب او ديفكتيفز واتاكد ان المعدات دي هي المناسبه للتاسك بتاعي. اخر حاجه وهي الاكتيفيتيز، النشاط اللي انا هقوم بيه. انا عرفت الافراد وعرفت المكان وعرفت المعدات لكن مش عارف ايه الاكتيفيتي او النشاط، سواء هو بيلدينج هو كليننج هو عمليه وركينج ات نايت الى اخره. لازم احدد النشاط او الاكتيفيتي اللي هقوم بيها اثناء. ده كان بالنسبه لاول خطوه اللي هي بالنسبه للريسك اسسمنت. تاني خطوه هي بقى الايدنتيفاي للريسك او بحدد المخاطر اللي موجوده في بيئه العمل، والخطوه دي مهمه جدا. لازم اتاكد طبعا المخاطر دي بيتم تحديدها عن طريق خبراء في مجال العمل، بتضم جروبس تضم مجموعه من الاكسبرت بيبل زي ال HSE والبروجكت مانجمنت تيم والكونستراكشن تيم حتى الكاجوال ليبرز ممكن اجيبهم معايا. كل الناس دي بيبقى عندها درايه وعندها خبره في طبيعه العمل، كل واحد يدي رايه في المخاطر اللي ممكن تنتج، لان بعض الناس بتكون تعرضت لمخاطر في ناس تانية ما شافتهاش. يعني اللحام ممكن يشوف مخاطر ما شافهاش الراجل اللي بيشتغل في الاعمال المدنيه وهكذا. فلازم انا اخد راي كل الناس دي عشان اقدر احدد الريسكس او المخاطر الموجوده في بيئه العمل. طيب ايه هي طريقه تحديد المخاطر؟ اول حاجه بحدد بيها اول نقطه او اول حاجه بحدد بيها الهازرز، الخطر اللي ممكن يكون عندي. واحنا اتفقنا عرفنا يعني ايه هازرز، هي اي اني اكتيفيتيز او اني سبستنس هاف كان كوز هارم، اي حاجه ممكن تسبب لي هارم. فببدا احدد الهازرز اللي عندي سواء بقى الكتريكال هازرز، ميكانيكال هازرز، فايرز، اكسبلوشن، جازز، كل دي مخاطر موجوده. طيب بعد ما بحدد الهازرز او الاخطار بحدد مين ممكن يتضرر سواء افراد او معدات او مكان او بيئه، بحدد مين ممكن يحصل له ضرر في الخطر وازاي الضرر ده ممكن ان هو يحصل
يعني عن طريق مثلا التلامس، عن طريق الهواء، عن طريق لازم أحدد إيه هي المخاطر دي. بعد كده بعد ما حددت المخاطر أخش على الخطوة الثالثة وهي الـ evaluation، مرحلة التقييم. بقى أنا دلوقتي عرفت الـ activity بتاعتي، حددت المخاطر بتاعتي، أبقى أقيم الريسك. وليه أنا بقيم الريسك؟ عشان تقييم الريسك هو النهاية اللي بيوجهني إلى الإجراء المناسب. بعد كده لازم أتأكد إن الريسك دوت هل هو عالي ولا هو قليل ولا هو متوسط، ولا الريسك دوت لازم أخد إجراء وقائي ولا ملوش إجراء وقائي. فطريقة التقييم أو الاستيميشن بتاعة الريسك لازم أحتاج لعاملين أو حاجتين. أول حاجة أعرف إزاي إن ممكن يحصل مشكلة عندي، أو المشكلة أو ممكن يحصل هازارد عندي، واحتمالية حدوث الهازارد دوت. تاني حاجة وشدة الحدوث زي ما قلنا، اللي هي اللايكلي هود والسيفيريتي اللي احنا اتكلمنا عليهم في الأول. احتمالية حدوث الخطأ أو احتمالية حدوث المشكلة مع شدة أو الكونسيكونس أو شدة الضرر اللي ممكن ينتج عن هذه المشكلة. فبالنسبة لللايكلي هود أو الاحتمالية اللي اتكلمنا عليها، الاحتمالية بتتنوع ما بين احتمالية ضعيفة إلى احتمالية عالية، يعني ضعيفة أو متوسطة أو عالية، ودي طبقا لعوامل كتيرة جدا، منها التكرارية في هذا العمل، منها النشاط، منها طبيعة المكان، منها أحيانا بنقول إن في بعض المقاولين أو بعض الناس بتشتغل في المجال دوت باستمرار، وعلى طول بيحصل عنده اصابات بنفس الاكتيفيتي. يعني الاحتماليه هتحصل كتير لان المقاول ده او العميل ده او الشخص ده بيعمل الموضوع ده على طول باستمرار غلط. لكن في بعض الناس اللي عندها سيفت مانجمنت سيستم، وعندها اديكوت بروسيدجر، وعندهم نوليدج، فالاحتماليه هنا ضعيفه. فهي احتماليه ممكن تتنوع من احتماليه ضعيفه او احتماليه متوسطه او احتماليه عاليه، عاليه الحدود. ده بالنسبة لللايكلي هود اختيار. لذلك زيادة اللايكلي هود بتندرج من نمبر واحد لرقم اتنين لرقم تلاتة. طيب الكونسيكونس أو الشدة الخاصة بالخطر برضو بتتنوع حسب تأثير الضرر على الشخص. ففي أحيانا بيكون ضرر قليل، وفي ضرر متوسط، في ضرر عالي زي ما احنا شفنا كده. ضرر قليل يعني ممكن ما يديش الى اصابات طفيفه، زي واحد مثلا حصل له يعني اسعاف اولي واخير. ضرر عالي ممكن يحصل لا قدر الله وفاه او فاتلتي، او نفس الحكايه في التلفيات للممتلكات، لو حاجه بسيطه ما حصلهاش خدش او سكراش او انفجار مثلا وتلف المعدات اللي بنسميه كاتاستروفيك او برو كاتاستروفيك بروبرتي دامج او انسيدنت. بالتالي ان الزيادة في الكونسيكونس بتتنوع برضو من واحد لثلاثة او من لو الى هايس. الريسك زي ما احنا اتفقنا هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن الكونسيكونس او احتمالية حدوث الضرر مع شدة حدوث الضرر، وقلنا زيادة في الاتنين بيؤدي الى زيادة في الريسك. زي ما احنا شايفين كده، زيادة في الكونسيكونس بيؤدي لزيادة في الريسك، نفس الحكاية زيادة في اللايكلي هود بتؤدي إلى زيادة في الريسك. وبناء عليه بنطلع بحاجة اسمها الريسك ماتريكس. زي احنا شايفين كده الريسك ماتريكس دي متقسمة إلى 3 ألوان، زي ما احنا شايفين كده، لون جرين ولون أورنج أو لون نيرو ولون إيه أورنج ولون ريد. دي كانت بالنسبة للماتريكس اللي هي بنسميها الماتريكس الثلاثية. يوجد ماتريكس أخرى بنسميها ماتريكس خماسية، هنعرفها بعدين. لكن أنا لما باجي بعمل evaluation للريسك بعتمد على الريسك ماتريكس اللي احنا زي ما احنا شايفين حضراتكم دلوقتي بالألوان الخاصة بيه. طيب احنا دلوقتي الريسك عندنا عملنا له evaluation، وال evaluation quantitative يعني كمي، يعني أقدر أحدد الريسك بالنسبة لي كمي. وأنا إزاي عرفت الماتريكس دي؟ الموضوع بسيط جدا. أنا قلت مثلا حاصل ضرب ال likelihood في حاصل ضرب ال consequence، يعني multiplying بيديني كل خانة، يعني واحد في واحد بواحد، واحد في اتنين باتنين، وهنا اتنين في اتنين بيديني أربعة، وهكذا، وتلاتة في تلاتة بيديني تسعة. نلاقي أعلى ريسك أو أعلى خطر طبعا أعلى قيمة هي القيمة تسعة، ودينا لها كده اللون الأحمر. لقينا أقل قيمة هي اللون الأخضر.
فإذا لو الريسك عندي في الخانة الأولى فهو ريسك قليل جدا، ولو خانة هي رقم 9 فهو ريسك عالي جدا. وبناء عليه إحنا حددنا إجراءات بعد التقييم، إجراءات لازم نتخذها في الأكسبتنس أو قبول الريسك أو الرافض. أول إجراء قلنا من 1 لـ2 اللي هو جرين، ده بيعتبر ريسك مقبول وما ممكنش ياخدش أي أكشن ولا ياخد أي أكشن، وممكن الشغل يشتغل بالطريقة دي، بس أتأكد إن الكنترولز أو التحكم في عمل الشغل مستمر. طيب لو عندي من 3 لـ4 فهو يعتبر ريسك مقبول، تولربل ريسك، لكن لازم يحتاج تطوير، يحتاج عناية. معنى كده إن ناخد إجراءات وقائية. ولو عندي ريسك من 6 لـ9 وده هنا بعتبره ريسك unacceptable وغير مقبول بالمرة، ولازم أخد immediate action، وأحيانا بوقف الشغل عشان أخد إيه action. طيب ده كان بالنسبة للماتريكس الثلاثية. زي ما قلت لحضراتكم في ماتريكس تانية أخرى اللي هي evaluation للريسك، اللي هي الماتريكس الخمسية دي إن شاء الله اللي إحنا هنشتغل عليها، والتطبيق اللي هو هعرفكم إن شاء الله في الفيديو التطبيق هو بيتكلم على الماتريكس الخماسية، وإن شاء الله هيعجبك التطبيق إن شاء الله. طبعا هنا بقي فيه اختلاف بسيط، إن إحنا بس حددنا الاستيميشن أو الفاليو قيمة كل اللايكلهود من لو وميديوم وهاي إلى فيري سوري من لفيري انلايكلي، يعني غير محتملة بالمرة، أو انلايكلي غير محتملة، أو fairly likely يعني محتملة بس نادرا، likely لا إنها محتملة، و very likely محتملة جدا، ودي كده يعتبر بياخد رانكينج أو بياخد سكور من 1 لـ5. وبالنسبة للـ consequence أو الشدة بتتنوع من insignificance أو غير مرضية أو ممكن minor، insignificance سوري غير معنية يعني مش معني بالإصابة دي خالص، أو minor incident أو minor هارم يعني حاجة بسيطة يعني مثلا فيرست ايد، او مودريت متوسطة، او ميجور حاجة تكون عالية شوية وتكون كاس او ريستريكتد بالنسبة اصابة بوقت عمل ضايع، او ريستريكت فور كيسز، او ال تي اي، او كاتاستروفيك، ودي طبعا حاجة عالية جدا اللي هي تعتبر مالتي فاتيليتيز او اكسبلوجن او دامج للمحطة. وبناء عليه نفس الريسك اللي عملناه، نفس الماتريكس اللي عملناها هنا هنعملها هنا برضو، حصل ضرب الكونسيكونس في اللايك ليهود بيديني الارقام، كل رقم او كل خانه بتحدد الايفالويشن الخاص بتاع الريسك. عندي من 1 لـ4 هنا اكسبتبل، من فيرذر اكشن مفيش اي اكشن، الخانات اللي هو في اليدو اللي هنا ادكويت، لان الريسك برضو مناسب بس محتاج بعض امبروفمنت او مع تطوير. طبعا الاورنج هنا بيبقى تولربل، لكن بحتاج تطوير في اماكن محدده او في وقت معين، وقت معين. طبعا الريد هنا لا، انا اكسب الريسك، بوقف الشغل وبستوب كل حاجه، ولازم اخد ايه ميديت اكشن. ادي الثلاثه ماتريكس اللي احنا اتكلمنا عليهم، ماتريكس الثلاثيه الخماسيه، في ماتريكس كمان من 10 طبعا دي بتبقى اخر خطوه او الخطوه اللي بعد كده بالنسبه لموضوع الريسك او تقييم المخاطر، وهي الريكورد اللي هي التسجيل، ودي اللي احنا ان شاء الله عملنا عليها تطبيق بواسطه برنامج الاكسس، تطبيق سهل جدا وبسيط ان شاء الله هيعجبكم. لكن الهدف من ان انا اعمل ريكوردز للفايلز بتاعتنا، وان انا احدد اللوكيشنز واعرف الاكتيفيتي بتاعتي والاكويبمنت اللي هي شغاله، اعرف الهازردز اللي انا ممكن اتعرض ليها مع الريسك ليفل او الاستيميشن او تقييم الريسكس بتاعتي، واعرف الريسك كنترولز كنترول ميجرز، ايه الاجراءات اللي انا المفروض اخدها او اتبعها عشان اتلافى حدوث هذه الهازردز او ما تحصلش، وبرضو معلومات عن الراجل الشخص او الاشخاص اللي عملوا موضوع تقييم المخاطر، لازم اعرف المعلومات والتايم والديتس للاكتيفيتي او النشاط او التقييم اللي تم في الريسك اسسمنت. وبعد انا ما بكتفيش ان انا عملت تقييم مخاطر وانا قدمت حلول وكنترول ميجرز، لكن لازم مهم جدا يا جماعه ان انا اعمل ريفيو. ليه بعمل ريفيو؟ لان يعني بعض الانشطه بعض الاكتيفيتي بعد ما ابدا الشغل فيها
بيظهر لي فيها اكتيفيتي جديده. يعني مثلا انا داخل مكان مغلق كونفرنس سبيس، وانا في الريسك اسسمنت بتاعي قلت ان المكان دوت انا جبت له اضاءه، جبت له فنتليشن، وجبت له معدات كهربيه. لكن اثناء الشغل وعملت الريسك اسسمنت التقييم والاجراءات اثناء الشغل في اثناء العمل تطلب مني اضافه بلاور مثلا، فالبلاور دوت ممكن ينتج عنه هازارد. هل الهازارد دي كانت انكلودد او البلاور ده كان انكلودد في الريسك الاولاني؟ لا طبعا. علشان كده لازم اعمل ريفيو تاني على ريسك اسسمنت واضيف المعدات الجديده او الاشخاص الجديده او ايا كان شيء جديد، اعمل ابديت للمخاطر اللي تمت عندي في الاكتيفيتي. كده بواجه مرحله الريفيو، والريفيو ده بيتم لما يكون في اي تشنجز بيحصل لافراد او معدات او انشطه، لازم اعمل ريفيو للريسك اسسمنت. وكمان الريفيو دوت او المراجعه دي حاجه ليجل، حاجه قانونيه لازم اعملها باستمرار عشان ما اتعرضش لمخالفات قانونيه، لان ممكن ينتج عن الاكتيف بتاعتي ضرر للبيئه الخارجيه او اصابه افراد نتيجه اكتيفيتي جديده تمت اثناء الاكتيفيتي اللي انا بتمت. طبعا هنا بعض التيبس او بعض النقط المهمه عشان احسن من عمليه تقييم المخاطر اللي انا بستخدمها. اول حاجه لازم اتاكد ان هو مناسب وكافي، يعني ما اعملش ريسك اسسمنت كده خلاص. بعض الناس يقول لك عملنا ريسك اسسمنت هنشتغل الشغلانه وهي مش مكافيه وهو عمل بس نقطتين ثلاثه وخلاص. لا، لازم اتاكد ان الريسك بتاعي هو مناسب للشغلانه ومكافي. تاني حاجه معلومات جيده لازم اكون مجمعها عشان اقدر احكم واعمل استيميشن للريسك. زي ما قلت في الاول كده لازم يكون في عندي اكسبرت تيم من جميع الديسيبلينز او جميع الادارات، وقد يشمل كمان افراد من العماله اللي بتشتغل في العمل اصغر عني، ليه؟ عشان اجمع كم كبير من المعلومات اقدر احكم بيه او اعمل جادجمنت على الاكتيفيتي. لازم اشارك طبعا الافراد اللي احنا قلنا عليهم هيشتغلون او ممكن يتضرروا من الاكتيفيتي او النشاط دوت. الظروف اللي انا ممكن اتعرض ليها ممكن تتغير من مكان لمكان، يعني انا ممكن في بعض الناس تقول لك انا عملت الشغلانه دي في الموقع اللي موجود في المنطقه الغربيه، لكن هعملها تاني هي في المنطقه الشرقيه، لكن هل الظروف هنا هي الظروف هنا؟ لا طبعا، هنا ممكن موقع معرض لامطار وسحب ورعد والخير، الموقع ده ممكن موقع بيئه غير كده، الموقع ده طبيعه التربه هنا مختلفه، هنا طبيعه التربه مختلفه، يعني هنا تربه مثلا رمليه، هنا تربه صخريه، وبالتالي كل المخاطر بتختلف من مكان لمكان. لازم اراعي الكونديشنز اللي بتتغير من مكان لمكان، ولازم اركز على موضوع الاسسمنت ده. اهم حاجه ان انت تضع ريسك اسسمنت از براكتس، ما نعملوش كده حاجه ريجولر، لا لازم فعلا ان اعمله بطريقه عمليه واعمله في مكان العمل سواء في مبنى اداري او اعمله في مواقع مصانع او يتعمل في مواقع انشائيه. أتمنى يكون الشرح كان أتمنى يكون شرح الشرح كان وافي بالنسبة لموضوع ريسك أسسمنت. هو زي ما قلت كده هو مش محاضرة متخصصة، لكن أنا حبيت أديكم معلومة عن موضوع تقييم المخاطر عشان نبدأ نشرح الأبليكيشن. الأبليكيشن بالنسبة لنا دلوقتي، الأبليكيشن هو زي ما قلنا هو عبارة عن أكسس فايل. اكسس فايل انا عملته مخصوص عشان يسهل علينا موضوع الريكوردينج الخاص بعمليه تقييم المخاطر، وهو معتمد على ماتريكس خماسيه. ماتريكس خماسيه زي ما شفنا في الشرح، الماتريكس الخماسيه بنتكلم على اللايكلود والكونسيكونس والاطلاع من الاستيميشن للريسك. طيب هنلاقي كده في عجاله الفورم عندنا متقسمه الى بار فوق، طبعا دي خاصة بموضوع السيرشن. لو انت عاوز تبحث لو عندك مجموعة كاملة بقى هيستوري من الريسك اسسمنت او تقييم المخاطر، عاوز تبحث عن كلمة معينة بتكتب انت هنا مثلا كلمة هيستوري او خلاص بيطلع لك الموضوع الخاص او ايا كان بقى اكسكافيشن اي توبكس. هنا من صفحة للصفحة اللي بعديها هنا بتعمل نيو لو عاوز تعمل نيو اكتيفيتي، وهنا البرينتنج وهنا الريبورت اللي انت كده. اول حاجه المفروض ان انا بحدد هنا الديبارتمنت الخاص بيا اللي هيشتغل في موضوع التقييم، ولنكن نقول ميكانيكال.
وهنا بنتكلم في البروسيس، العملية اللي هنقوم بيها والبروسيس لوكيشن، وقلنا دي من خطوات الريسك اسيسمنت اللي هي تحديد المكان وتحديد مكان العمل، ونشوف الديت التاريخ، احط اضع الديت بتاعي واحط اللاست ريفيو ديت، ولو عندي فيه ريفيو ديت بعد كده بعمل ريفيو ديت للريسك اسيسمنت، وببدا اسجل التيم ليدرز الاولاني والتاني وهكذا. الخطوة هنا رقم واحد، هنا ده رقم الاكتيفيتي، يعني مثلا هعمل ليفتنج يبقى اخليها رقم واحد، وبعدين افتح صفحة جديدة وبعديها اقول مثلا الصفحة اللي بعديها هيبقى رقم اتنين وهكذا، تبقى مثلا رقم اتنين مثلا الاكتيفيتي بتاعته واحد الريفرنس بالنسبة لي. لكن الاي دي دوت ده رقم اوتوماتيك، انا ما بقربش منه، هو اول ما بتفتح انت بيج جديدة بياخد رقم واحد، انت ما تقربش منه، سيبه هو ده الرقم دوت لان ده رقم كودي سيستم. طب بعد كده بحدد، احنا قلنا في الخطوات بتاعتنا بحدد الـ Work Activity بتاعتي، ونقول مثلا ايه Lifting Location او Lifting Activity. انا عملت هنا طبعا مثال وسايبه لكم، ادي مثال مثلا هنا Lifting Operation at Existing Area، دي Activity انا حددتها، وهنا بشوف الـ Hazards المتوقعة من العملية دي، ادي الـ Hazards، قلنا مثلا Fire, Defective Tool, Explosion, Lack of Inspection. طيب ايه هو بقى الـ Consequence او اللي هو اللي قلنا عليه الاوتكمز او الشده اللي ممكن تحصل نتيجه الهازر دي، قلنا ممكن يحصل انجرس اصابات، ممكن يحصل بروبرتي دامج، ممكن يحصل ايل هيلث او امراض. طيب انا المرحله اللي فاتت دي بعد ما عملت حددت عملت هازر ايدنتيفيكيشن وحددت الكونسيكونس، ابدا اعمل الايفالويشن او هو الريسك ايفالويشن. انا عندي قلنا هستعمل الماتريكس الخاصه عندي من 1 ل 5 وتحت من 1 ل 5، فانا بشوف السيفيريتي اللي هي الاس او اللي هي زي ما قلنا عليها الكونسيكونس، بديله بعمل تقييم ليه مثلا ده يكون 2، وهنا تقييم بياخد 5، وده قلنا التقييم ده بيعتمد على ظروف المكان وظروف الافراد وكل المتغيرين، وهنا شده المخاطر، فبيطلع لي هنا نتيجه اوتوماتيك، النتيجه دي يا اما اكسبتبل او نوت اكسبتبل. هو السيستم اوتوماتيك لو اهلك حسب الماتريكس هيقول لك اكسبتبل او نوت اكسبتبل حسب الماتريكس وحسب الالوان، لو لقاها في الحيز اللون الاحمر هيقول لك نوت اكسبتبل، وبرده لو لقاها في اللون الاورنج هيدانا نوت اكسبتبل، فبالتالي لو لقيت اللون الاورنج او الاحمر هتلاقيها ايه نوت اكسبتبل اللي هو بالظبط اقل من اكتر من 3 فهو نوت اكسبتبل ريسك، ولو اقل من 4 فهو بالنسبه لي ايه اكسبتبل ريسك، بالتالي هنا النتيجة طالعة عندي 10 فهو طبعا نوت اكسبتبل. طيب بالنسبة بعد كده لو هو نوت اكسبتبل، احنا الهدف بتاعنا ان بناخد اجراءات وقائية عشان اخلي الريسك من مرحلة ان هو نوت اكسبتد الى اكسبتد او مقبول غير مقبول الى مقبول، اخد الاجراءات الوقائية الخاصة بيا، وليكن بكتب هنا في الخانة كل الاجراءات المترادفة من الاجراءات انا سمعتكم طبعا كمثال، بعد ما بكتبها بحدد بعمل تاني ايفالويشن للريسكس بعد ما خدت الاجراء، ودي بسميها الكنترول ميجرز المتخذه هتبقى اكزيستنج ريسك كنترول. اصبح السيفيريتي عندي ممكن تقل واللايكلي هود ممكن تقل، فاصبح الريسك عندي 3 1 3 اديني اكسبتبل. بعد ما بخلص الكلام دوت ببدا احدد الشخص المسؤول بتنفيذ كل الاجراءات الوقائيه دي والديتس المطلوب منه، وهنا هتلاقي خانه للابروفال او الاعتماد، هنا طبعا الاعتماد الخاص بالرسم ده بالنسبه للداتا انتري ارتكل. طيب دلوقتي انا عاوز اطبع الكلام دوت، طبعا انا عندي امكانيه ان انا اشوف التقرير ان انا عملته، بدوس في نفس الخانه كده يطلع لي يا جماعه تقرير كده بنفس الفورمه، ادي الريسك كل البيانات اللي احنا دخلناها بالرسم. التقرير ده ريبورت لكن مش شكل الاي 4 ولا شكل الطباعه، لكن انت لو عاوز شكل الطباعه بتيجي هنا بتقول له ايه برنت بريفيو، برنت بريفيو طبعا هيدينا شكل البرنت بريفيو زي ما احنا شايفين كده، ده هو الاي 4 زي ما احنا شايفين، ادي كل حاجه، ادي الفورم، هتلاقي الدوكيومنتس الديبارتمنتس ميكانيكال البروسيس كذا الاريا كذا، حتى بيديك اب تو ديت الديت اوتوماتيك، تكتب انت طبعا الخاص بيك انت الفورم يا جماعه هي فليكسبل، انت ممكن تغير طبعا التايتل دوت وتكتب
مش عارف انا ممكن اشرح له ازاي يقدر يغير في البيانات دي، يعني مفيش مشكله، يبقى في تواصل تحت الفيديو او تواصل من خلال الموقع الرئيسي بتاعنا. بس اي حاجه انا اشرح لكم ان شاء الله لو ازاي ابدا اغير في الحاجات دي كلها. هنا بيلاقي الاكتيفيتي عندي ليفتنج الهازارز، وطبعا انا عندي 4 صفحات، ابدا اغير واشوف الصفحه اللي بعديها. طبعا لما بطلع هو بس هنا في ديفول انا هعدله ان شاء الله، الريسك بشكل مش هرفعه لكم كده معدل، هتطلع الصفحه عندكم كامله ان شاء الله، وتقدر تطبعه بطريقه سليمه. اتمنى ان اكون وفقت في هذا الشرح المبسط، اكون قدمت خدمه بسيطه كده لكل زمايلي، وان شاء الله تتقبلوا مني المزيد في شرحات قادمه ان شاء الله، مواضيع جديده مجانيه. في النهاية برضو الموضوع زي ما قلت موضوع للمساعدة، يعني ما تخيلوش الواحد بذل مجهود كبير قد إيه في إن هو يعمل الفيديو زي دوت عشان يوصل بس معلومة لحد مبتدئ. أنا عارف إن في ناس كتيرة عندها أطول من كده وأبلكيشن أحسن من كده، بس أنا شفت إن الموضوع مفيد، ممكن يفيد ناس كتيرة لسه مبتدئة. وأنا عن نفسي أنا عامل سيستم كامل، مش بس ريسك أسسمنت، عامل سيستم كامل لكل الاكتيفيتي منهم الاكشن تراكنج وورك بيرميت. ان شاء الله هنزوركم واحده واحده بعد كده في الفيديوهات المقبله. اشوفكم على خير في فيديو قادم. من عجبك الفيديو يا ريت بس تعمل لنا لايك سبسكرايب عشان تشوف